أنا هنا هنا يا ابن الحلاقي، لا عايزك ولا كنت رماي. أهلا يا حسن. مساء الخير يا شكرية. يا مساء الفل. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب، اتفضل تعالى. أهلا. ازيك؟ تعالى. شكرا. اتفضل. الله، يظهر إن أنا جيت بدري أوي. ولا بدري ولا حاجة، البيت بيتك، اتفضل تعالى. اتفضل. امال فين فتح شبيه؟ فتح شبيه سافر، راح يجيب لي الميدالية الذهبية وجاي. ربنا يوفقه ويرجع لك بالسلامة. إن شاء الله ما رجع. نعم شكري. لا أبدا، وحشتني. زي ما أنت ما تغيرتش. أيوة بس أنت ما شاء الله اتغيرت كتير كتير. إيه، اتغيرت الأوحش ولا الأحلى؟ لا أحلى كتير. ربنا يكرمك. سهير بتعتذر لأنها ما قدرتش تيجي معايا. سهير مين؟ سهير مراتي. مراتك؟ الله، لو انت كنت جاي وجايب مراتك معاك. فعلا، بس هي للاسف تعبت وما قدرتش تنزل. احسن. نعم. لا ابدا. عامل ايه واخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ليه تعب نفسك كده؟ ميرسي قوي قوي وانت طيب. لازم افتح لي ضيق قدامك واشوف. يا ريت. نهايه ايه؟ نهايه الارب في فنون الأدب. أدب؟ أنت شايفني ناقص أدب؟ ده من أقيم وأندر الكتب في فنون الأدب. متشكرة أوي. تشرب إيه؟ يا ريت فنجان قهوة. مظبوط. فنجان قهوة؟ أنت جاي تعزي. على رأيك، هات لي أي حاجة ساعة. عناية الاتنين يا حنين. شكرا. امال فين عيد الميلاد؟ ده مفيش. تحبه بالتلج ولا بالميه؟ هو مين ده؟ الويسكي. ويسكي؟ لا أنا ما بشربش الخمور إطلاقا. الله، أمال هتشرب إيه؟ أي حاجة غير الخمرة. طب خد كاس واحد عشان خاطري. معلش يا شكرية، أنا أصلي ما اتعودتش عليها، وبعدين ما أعرفش إيه اللي ممكن يحصل لو أنا شربت، خصوصا الظروف اللي إحنا فيها دي. يعني هيحصل إيه غير كل خير؟ مش باين يا شكرية. براحتك. أجيب لك إيه طيب تشرب؟ مية ساعة. ساعة أوي. امال فين بقيه الاخوه الزملاء بتوع الدفعه؟ زمانهم جايين، ده احنا قاعدين على رواقه شويه. طيب فين التورت والجاتوهات؟ هل انت عاوز تورته؟ مش انا اللي عايز، بس هي دي تقاليد اعياد الميلاد. تورت وجاتوهات وتعليق ومعازيم، مفيش. يوهو، ما تاخدش في بالك، المواضيع دي بطلت من زمان قوي. في صحتك. عزم، نفسي اطلب منك خدمه. انا تحت امرك. اصلا انا عندي فراغ جامد قوي ونفسي اشتغل. ما فكرتيش تحب تشتغل ايه؟ نفسي موت اشتغل في الفن. وتحب تشتغل ايه في الفن؟ اشتغل ممثله، مطربه، رقاصه. بس على فكره شكريه، اللي انا اعرفه ان النقابات الفنيه دلوقتي بتتشدد جدا في قبول اعضاء جدد. معقوله وانا معايا واسطه زيك؟ ده انت كلمه منك تفتح لي كل الابواب. مش مساله واسطه شكريه، لابد اساسا يكون عندك الخبره والموهبه. موهبه؟ ده انا عندي موهبه تهز بلد بحالها، ودلوقتي حالا هفرجك. حبيبي عيني سهر عيني بنهاري وليلي، والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك. ايوه
قوي قوي قوي. يعني عندي مواهب تدخلني النقابة؟ النقابة بس؟ شكرية. هنا ابتديت أقلق على بقية الزملاء. زملاء ايه؟ ده اول الليل زملاء واخر الليل زملاء. طب ما انا كمان زملاء. ايه مش مالية عينك ولا ايه؟